اسمي محمد رجب ابو غانم، عمره 24 سنه. طبعا بمارس هذه الهوايه ركوب الامواج وانا عمري تقريبا 6 سنين 7 سنين. مع الحصار اللي احنا بنعيشه في غزه، مع الوضع اللي احنا بنعيشه، ما فيش الواح تزلج لنا. اليهود منع علينا الواح التزلج، يعني هذا الواح التزلج ممنوع. الماده اللي بتحميني من الخطر هي الشمع، الصابونه برضه ممنوعه، الحبل برضه اللي بيحميني من الخطر برضه ممنوع، الشارع كل شيء بيتعلق بالبحر ممنوع مع الاسف. وانا بشغل صياد في البحر، يعني كل حياتي وكل مستقبلي في البحر، يعني هوايتي ركوب الامواج والبحر. واجه اعتداءات اسرائيليه من اليهود، يعني وانا تصوبت انا من الاحتلال الاسرائيلي في البحر، وراح مركب وراح مالي، يعني كل حياتنا حصار في حصار، يعني واحد بمشي حلمه بقضي مستقبل عشان اشي بسيط. وانا هوايتي ركوب الامواج، يعني بحقق حلمي فيه وبكمل هوايتي فيها، وبعلم اخواتي وبلاقي اي حد مصر يتعلم بعلمه.